الدولار ب32، لا هيبقى ب35، اقول لك احسبه على 40. كلام كتير قوي عن تعويم جديد للجنيه وارتفاع الدولار، فهل ده الحل السحري لكل مشاكلنا؟ وليه العالم بره مركز قوي مع الجنيه؟ وحتى لو حصل تعويم او خفض جديد في قيمه الجنيه، ايه المطلوب عشان تبقى دي اخر مره ونخلص بقى من دوامه الدولار؟ خلينا نشوف ايه التفاصيل. من فترة أعلنت الحكومة عن خطة لبيع 32 شركة وبنك أو حصص فيهم، وده من خلال البيع المباشر لمستثمرين استراتيجيين أو الطرح في البورصة. وواحدة من أهم الصفقات اللي كان عليها العين هي بيع المصرف المتحد للصندوق السيادي السعودي، بس بعد كده وكالة بلومبرج اتكلمت عن وقف المفاوضات بسبب الاختلاف على تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه اللي هيتم اعتماده في الصفقة. وساعتها اتكلمت الوكالة العالمية عن تأجيل المستثمرين للشراء لغاية ما يطمنوا على السعر النهائي للدولار في السوق. وفي نفس الوقت أكتر من بنك عالمي توقعوا ارتفاع سعر الدولار، ومنهم مثلا بنك HSBC اللي شايف إن الدولار هيسجل في المتوسط 37.5 على المدى المتوسط. بس حتى لو حصل تعويم أو خفض جديد في قيمة الجنيه، بنك مورجان ستانلي الأمريكي بيأكد إن تحرير سعر الصرف مش العصاية السحرية اللي هتحل مشاكلنا وتخفف الأزمة المصرية، وخصوصاً إن فقدان الجنيه لأكتر من نص قيمته من أهم الأسباب لارتفاع الأسعار وتسجيل معدلات تضخم تاريخية. وهنا بقى بيجي السؤال المهم، إيه الحل؟ بنك مورجان ستانلي شايف إن تحرير الجنيه المصري مطلوب، لكن بشرط يكون خطوة من ضمن خطوات تانية لإصلاح الاقتصاد كله، وبالذات خروج الدولة من الاستثمار لصالح القطاع الخاص. وده لو حصل صح، برنامج الطروحات الحكومية هينجح وهيدخل للبلد 2 مليار دولار السنة دي و5 مليار دولار السنة الجاية، وطبعا ده هيقلل من الضغوط على الجنيه ويمنع جنون الدولار اللي الكل بيتكلم عنه. عشان كده البنك الأمريكي شايف إن العلاقة بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي مهم، لأنهم من أكبر المشترين المحتملين، بس في نفس الوقت لازم نفتح عيوننا على الأسواق التانية عشان نضمن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر. وكمان حذر من ارتفاع الديون، لأن سدادها بياكل الأخضر واليابس، خصوصاً إنها وصلت إلى 92% من إجمالي الناتج المحلي في 2021-2022، ومع الأزمة الحالية متوقع تزيد أكتر علشان تسجل إجمالي 96.2 الناتج المحلي. وبحسبة البنك احنا محتاجين 24 مليار دولار عشان نسد عجز الموازنة اللي هيحصل في 2023-2024. كمان لسه الأسعار هتزيد أكتر عشان يسجل التضخم أعلى معدل في أغسطس وسبتمبر، وده يرجعنا تاني لخصخصة الأصول المملوكة للدولة، لأن مبيعات الشركات الحكومية هتزود التدفقات للاستثمارات الأجنبية وتقلل من تراجع الجنيه أمام الدولار. فهل ده رأيكم انتوا كمان ولا ليكم وجهة نظر تانية؟